انا بعد عجبتني حيت تعتمد على اللعابه اللي فهمتي واجدين اكثر. مثلا بنادم مقلق حيت ما عيطش على عبد الرزاق الحمد لله وراه كان موقف فهمتيني. دونك اللي واجد بحال كيف ما قال في الكونفرنس دو بريس في الاول ان كاع اللعابه عنده بحال وكنتمناو يشرفوا المونديال بحال في 2018 واخا النتيجه ما كانتش هي هذيك. وبالنسبه لي انايا بالنسبه لي انا زعما كاع اللعابه اللي داروا الا خط الهجوم كان شويه ناقص حيت اداء نصيري تراجع. هذه واحد العام ما بقاش داك نصيري وان نصيري اللي كنعرفوا ولكن فهمتي كيبقى لعاب كبير ما كاينش كيف ما نقول تيسو دالي موعات بزاف ديال اللعابه موعتين. دونك ما هادشي اللي كاين هاد الساعه كنت كنفضل يعيط على شي وحدين من البطوله بحال مثلا سفيان بن جديده اللي كيقدم اداءات مزيانه مع فريق الرجاء البيضاوي ولكن اخويا فهمتي هادشي اللي عطى الله هاد الساعه نتمناو يكون خير ان شاء الله. شفنا فرق كبير ما بين خليل وزيتش والركراكي اللي عطى اللي جا عيط شي لعابه شحال هادي ما شناهم بحال زياش بحال بزاف ديال اللعابه. على العموم داكشي مزيان غير هو معيش الحمد لله الوغ كو غيعاوننا بزاف في لاطاك. ما عندنا حنا ناقص عندنا تسعود ناقص شويه غيزيد يعطينا واحد البلوس. التشكيله ما فيهاش بزاف ديال التغيير ولكن نتمنوا الخير وصافي هادشي اللي غنقول. وما عندنا ما نقول غير نتمنى لهم الخير الله يعاون الله يساعد. الحمد لله راه هو اول واحد خصو يكون عندك هو وزياس الرحيمي بوفال اللعابه راه ما كانوا باينين اللي كانت يعرفوا من المغرب راه ما باينين. ها هو حاجه وحده مع احتراماتي ليه واحد يقول ما خصوش يدير بلا ما نذكر سميتو ما خصوش يدير باش ما نجرحوش ما خصوش يدير السيد بارك الله يجعل البركه. وهو نيت كان تيقلل على باش يمشي للمنتخب راه مشى للمنتخب الله يسهل عليه شنو غنقول له واخا ما ذكرت سميتو الله يسهل عليه. هو مدرب وطني بصراحه فرحنا له وهاد القجع احسن حاجه بدا كيبداها في كره القدم من نهار اللي بدا هذا الرئيس احسن حاجه من دار الركراكي ولكن الزياج فرحنا له من جا. لكن حمد الله بغينا نعرفوا واش المشكل اللي عنده في الجامعه. حنا عرفنا ما عندوش مشكل مع المدرب ولكن بغينا نعرفوا واش السيد صاحبي راه تسعود راه ما كاينش محسن منه كاع في العالم ماشي غير في المغرب ولا في الدول الخارجيه. بغينا نعرفوا هذا المشكل علاش حمد الله ما بغاش يعيطوا له غير سروا لنا سدوا هذا الموقع اخويا عشان نقول لكم الله يدير الخير وصاف المدرب حنا فرحانين ليه. انا شخصيا كتجربه ديالي كودادي شفت بلي الركراكي جاب لنا بزاف ديال الحوايج مزيانين في الوداد الرياضي وتالقنا في بزاف ديال الماتشات منها دينا كؤوس عديده ضد الاهلي كما عرفتي في الفينال. وصراحه كنتمنوا الركراكي يكون في المستوى بما انه جاب داري جاب زياش لعابه كبار اللي كانوا خاصهم يجيو للمنتخب الوطني من شحال هادي. كنتمنى ان شاء الله يديروا اللي عليهم ويفرحوا بلادنا وان شاء الله يفرحوا الجمهور. التشكيله مزيانه بكل صراحه ملي غوت على اللعابه ديال البطوله المغربيه فهمتي خصوصا ملي غوت على بيكنبور بانون مبطلون 88 غوت على بانون والرحيمي وزنيتي ولا شي لعبه تما ديال الولاد زعما مزيان هذيك هذا يدير واحد التوليفه زعما ماشي نبقاو حنا نجيبوا ديال برا ديالنا. وكاين واحد اللاعب اللي كنشوف فيه زعما هو اللي هو بالهنده لان كنقول مع راسي يعني هذاك ما كانش يعني اللاج ديالو شحال هو غير ما لعبش فهمتي. لا هذا خطا ديال بالهنده فهمتي هو المشكله مزيانه الصراحه. نتمنى تكون شي نتيجه تكون زوينه فهادي ماتش ميكو وقضيه ديال الحمد لله القضيه عنده راه مع القجع ماشي مع القجع بغينا الحد القجع دابا راه واجب وطني خصو ينوض الصراحه راسي القجع يعني الحمد لله بلاصتو ابا سنتر ما كاينش خوه الصراحه. وملي كاين حنا ولاد ماك ديال الرجاء يعني الرجاء راه من زمان من السبعينات كان ثلاثه حمان سعيد بيتشو كانوا في السبعين كوتشو باصي مركز جبيوتا الحداوي لعب جوج ديال كي ثاني كاس العالم دور ميد دا احسن لعب في لا ديسيبلين لا ديسيبلين فهمتي ديك اليونسكو دا دولمي كل صراحه انا ملي كنشوفوا اللعابه ديال الرجاء كاينين هذيك كنشوفوا الفريق الوطني يكون مزيان.